أسواق التصاميم والأزياء، قصة نجاح سيدة أعمال سعودية استطاعت بالجد والمثابرة والعمل الدؤوب أكيد أن تنشئ معهد متخصص للتصميم والأزياء للوصول إلى عالم التصميم. أكيد طبعا لازم عشان تنشئ هذا المعهد يكون لديها حس الموهبة والشغف للتصميم. نتعرف في هذا الصباح على قصة نجاح سيدة الأعمال هالة حلواني، مديرة معهد لتصميم الأزياء. رحب فيك أستاذة هالة. صباحك. صباح النور. بداية طبعا يعني بنتعرف عن قصة نجاحك، كيف بدأتيها؟ ايش اللي خلاك يعني تدخلي في هذا المجال وتحبيه وتكوني شغوفة فعلا بالتصميم؟ احب انوه انه انا خلفيتي في إدارة المشاريع، كانت في إدارة المشاريع التنموية لمدة 14 سنة. ما شاء الله. كنت أدير أكثر من 70 مشروع في وقت واحد. جاء عرض قبولي للعمل في رافلز كتحدي لمشروع عالمي يدخل السعودية في مجال جديد لأول مرة. بدينا طبعا الصناعة هذه ما هي سهلة في البلد. تم تأسيس معهد رافلز بالشراكة بين شركة التمكين ومؤسسة رافلز التعليمية اللي لها أكثر من 26 سنة في مجال التصميم، ولها أكثر من 36 جامعة، وخرجت حوالي 20,000 طالب في الشرق الأقصى. قصة نجاح رافلز، خليني أتكلم عن رافلز، أنه بوجودنا بحد ذاته. بس توضحي لي أول شيء المصطلح رافلز، يعني يمكن كثير من المشاهدين ما يعرف رافلز. مؤسسة رافلز إديكيشن كوربريشن هي مؤسسة تعليمية تبدأ من K-12 إلى الجامعات. طبعا هي أخذ أفضل الرانكينج في الديزاين ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم. جميل. لما نيجي نتكلم طبعا عن قصة النجاح اللي هي مرة ثانية، طبعا وجودنا بحد ذاته كفرع من مؤسسة تعليمية عريقة في الشرق الأوسط هو قصة نجاح. صح. وطبعا لضرورة تطلب المجتمع لهذه الصناعة، فبرأيي أنه هذا قصة نجاح بحد ذاته وأول ثمراته إن شاء الله عند تخريج أول دفعة لنا. وأحب كمان أقول أنه إحنا طالباتنا تخرجوا من الفونديشن اللي هم أساسيات التصميم، وحفل تخرجهم إن شاء الله خلال الشهر الجاري. ما شاء الله تبارك، يعني أول دفعة حتكون خلال الشهر الجاري إن شاء الله. من أساسيات التصميم، هو دبلوم أساسيات جميل. التصميم. طيب هل للمعهد أو للمؤسسة رافلز يعني فقط في الرياض ولا موزع على بعض مناطق المملكة؟ كمرحلة أولى إحنا بدينا في الرياض، وبإذن الله المرحلة الثانية هتكون في جدة. جميل. وإن شاء الله المرحلة الثالثة هتكون في دبي، طبعا نظرا للطلب الشديد في جدة. فعشان كذا لقينا أنه تلحقون على جدة إن شاء الله. بخصوص المؤهلات العلمية، هل أنتم بتطلبوا من الملتحقين بهذا المعهد مؤهلات علمية واضحة أو موحدة، أو لكم اشتراطات معينة في الملتحقين؟ الاشتراطات هي اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية أو الآيلتس أو التوفل بسكورز معينة، وطبعا اجتياز المقابلة الشخصية، وبس أنها تكون خريجة ثانوية عامة. طيب البرامج اللي تقدمونها في المعهد، يعني لما نتكلم عن تصميم وأزياء الواحد يروح باله على طول على الملابس. أيوة. مباشرة، لكن أنتم يمكن أشمل من كذا. طبعا إحنا لما نتكلم عن التصميم هو كل حاجة. التصميم اللي موجود، البرامج، الدبلوم العالي اللي يقدمها المعهد هي دبلوم تصميم الأزياء، دبلوم تسويق الأزياء، الاتصال المرئي، تصميم المجوهرات، التصميم الداخلي، وسون إن شاء الله قريبا هيكون تصميم الألعاب. تصميم الألعاب. جميل جدا، يعني ممكن الواحد طفل صغير يا هو يسوي لعبته، أو ممكن الوالدين هم من يصممون اللعبة يعني متكاملة. جميل. طب كلمينا كمان عن الأشياء اللي انتوا بتقدموها، مثلا منح معينة للملتحقين بالمعهد، أو حتى برامج لها ستبات مختلفة، يعني في مراحل لتصميم مثلا زي ما قلتي أساسيات بعدين. أيوة، احنا طبعا البرنامج الأسوشيت ديجري اللي هي السنتين ونص اللي نقدمها هي عبارة عن الدبلوم العادي، في تحتها الدبلوم هي لمدة سنة. يكون الطالب عنده أساسيات طبعا تقنية ونظرية، والمستوى الثالث اللي بعدها اللي هي مع الشريك الاستراتيجي هارفي نيكولز يتم تقديم منح تعليمية لخريجات الدبلوم العالي لإكمال سنة للدراسة في إحدى دول الشرق الأقصى لإكمال دراستهم البكالوريوس بسنة، وسنة زيادة يقدروا يكملوا وياخذوا الماجستير، يعني في خلال 4 سنين ونص الطالبة فيها تاخذ الماجستير، وخلال في السعودية 2.5 سنين. ما شاء الله. مو مضطرة انه هي تسيب اهلها، بس انه تحصل على شهادة عالمية
وهي في بلدها بإذن الله. جميل جدا. طيب الباحث يمكن كثير من المعاهد اللي نعرفها اللي جاي من برا مثلا أو لها شركات عالمية دائما الصف الأولي يكون أجنبي، لكن أكيد أنه عندكم طاقات سعودية مثلا، كفاءات سعودية موجودة؟ طبعا احنا الكادر الإداري هو كادر سعودي بحت ولو خبرة واسعة في المجال الإداري. جميل. بالنسبة للكادر الأكاديمي في مجال التصميم، في عندنا طبعا نفتخر بوجودها زميلة سعودية هي المسؤولة عن الفنون. جميل. وفي الكادر الأكاديمي المتخصص في التصميم هم عبارة عن كادر أجنبي، وهذا بسبب أنه المتطلبات حقت رفلز متطلبات جدا عالية، وإلى الآن البلد ما فيها هذه الخبرات، فنستعين احنا بالشريك الأجنبي لتوفير الطاقات الأكاديمية. طب ممكن بعد كم سنة ممكن يصير إحلال مثلا للكفاءات الأكاديمية؟ خلينا نقول بإذن الله 5 سنين إن شاء الله. جميل. يعني بعد تخريجهم والخبرة الملائمة إن شاء الله يحصلوا عليها. من خلال خبرتك في مجال التصميم والأزياء، طبعا التصميم بشتى فروع، إيش معايير المصمم اللي لما تحسي أنه هذا الإنسان عنده دي الملكات أو عنده دي الأدوات أنه هو ينفع يكون مصمم؟ طبعا المعايير تختلف بالنسبة للثقافة والذوق والعادات والتقاليد. بشكل عام هي تعتمد على البلد، بس بالنسبة للمعايير زي ما قلنا ما تحتاج الطالبة أنه يكون عندها سكيل معين لدخول المعهد، مجرد رغبتها وإصرارها هيعطيها السكيل المطلوب على أساس تطلع مصممة بإذن الله. جميل. سيدة الأعمال هلا حلواني مديرة معهد التصميم والأزياء، يعطيك ألف عافية. نتمنى إن شاء الله أنه تكون يعني بذرة التصميم في المملكة العربية السعودية بشكل عام، وفعلا تبدأ الثقافة هذه تطلع. يعني إلى قبل شوي مثلا واحد في الكنترول يقول والله بصير مصمم، يعني فكثير يمكن من الناس عنده هذه الإصرار وعنده هذه العزيمة لكن ما هو لاقي المكان. توفيركم للمكان بحد ذاته يمكن نقلة نوعية إن شاء الله تكون موجودة. نتمنى إن شاء الله إحنا نسد الفجوة الموجودة في مجال التصميم ونطلع مصممين بارعين بكفاءة عالمية وجهنية عالية إن شاء الله يا رب. أستاذ هلا شكرا لك وشكرا لحضورك معنا. شكرا لكم.